كان طيب. والله الحمد لله بخير. لك انا بدي اجيك وبدي الصبية تكون معاك، كنت والله والله شوف يا طارق، انا والله ما لي والله. دخلها. ليك ليك ناصر، اسمع انا دقيقة شفت اللي دقيقة، صار، انا شفت اللي صار وانا انا ما طالع لي والله. دخل يا ابن الحلال. انا والله يا طارق يا اخي اقسم بالله انكم دخلتوا يا اخي، والله ان كلكم اعزكم، والله كلكم اعزكم والله. والله طالع انا لبوس راسه، وانا اعتذر منه واعتذر من والدته ويعني وحل الموضوع بكلمتين، كنت والله والله طلعت طالع يا بس اخي اعتذر فقط وانزل. بالله طارق جيبها انت، انا ما انا والله مو ضايفه، ورب العزه مو ضايفه، لو ضايفه براسي. شوف شوف بعلمك حاجة. طيب اوكي دقيقة، شوفوا والله العظيم لو في كلمة تصير بينك وبينها يا غلط منك ولا منها، ترى والله لازعل عليكم كلكم ناصر انا راح كلكم. اطلع، انا انا راح بيكم، اطلع من انا بيصلح الغلط، انا بيدخلها عشان اصلح الغلط بس، مو انا عشان هذا شو اللي بدي اياه بس. اكسبلور. لا ابي اصلح الغلط ناصر عشان ما بس يقول افهم شغله، ناصر سببها بينهم. انا البنت ما بنحكي انا وياها، صارت موقف انه بينه وبين والد ما بنحكي، ما بس انا طالع اعتذر وانزل دغري بس خلص خلصت. وين نارو الحين؟ مي عندي هي في البرنامج الاصفر ولا شيء، هي عندي بالتيك توك بس. يكتبوا لها اذا بدها تطلع مع ناصر او هيك. اسمع اسمعوا، قولوا لها قولوا لها تشوف الخاص حق التيك توك، بكتب لها بالخاص ايه حقي. خبرة خبرة، إذا بتحب تطلع تطلع، ما بتحب براحتك يا لازم لازم اشوف طارق، معليش أكيد أكيد. شباب خلوها تشوف ذا، خلوها دقيقة، خلوها تشوف الخاص. ها لا تزر يا ناصر، صار بهذا اللايف تبعك، أنا أعتذر والله. يا اخي شوف شوف بعلمك حاجة يا اخي، تصير بس وائل شدها يا اخي، والله العظيم يا اخي يمكن حرام معصب معصب ما بيصير يحكي. لا صح. يا اخي. شوف شوف طارق، انا ما ابي حتى لو الواحد كان معصب يا اخي يمسك اعصابه يا اخي. وائل مو مشهور امس ولا قبل امس، ترى مشهور من زمان، فالواحد يعني المشهور في كل يوم لازم مو يتعلم شيء واحد، يتعلم 10 اشياء عشان ما يكون في موقف ثاني. كلامه اي بينحسب عليه صح. الكلام ينحسب عليك. انا طارق، انا قد مريت في اشياء انت اقسم بالله ما يعني اشياء، تخيل قلت شيء مزح في البث وكذا تورطت بعده 200 مره، بتذكر بعد خلاص يكون كان صرت خلاص ما اتكلم شيء لاني انا متاكد منه عشان ما اجيب العيد. صح. اكتب لي البنت معصبه طارق. انا والله طالع، انا والله هو انا قاعد والله يدفع بدي له فلوس. اعتذر منها ومن امه وانزل بنفس الثانيه فقط لا غير، ما بدها هي حره كمان. انا والله هذا اللي بنساويه فقط لا غير، يشهد الله. اخي ادري، شوف والله واضح من وجه طارق انه ندمان على غلط هو ما سواه، مو هو اللي مسويه. وحياة القرآن، أنا كنت قاعد عم بلعب بلاي ستيشن وحياة المصحف والله. اصل في ناس يقولون تقول ارسل قسط، انا والله ما ادري، لا مين موجوده مقفله القسط. طب انزل انا تشوف اذا فيك تبعت له واطلع رد. يلا تمام. يلا هلا طارق. مساء النور. هلا مرحبا، كيفك نارو؟ والله الحمد لله، انت شلونك؟ والله الحمد لله. والدتك ناحك؟ اي فيك تنادي لها؟ اي هاي ام جدتي. كيفك خالتي؟ هلا هلا خالة طارق، شلونك؟ والله الحمد لله بخير، شو اخبارك؟ والله والله طارق انت على راسي، انت صاحب حق وتحكي الحق الله وعندك يخليك غيرة، ياكي. انت عندك غيرة وعندك شرف ناموس عندك، بس ذاك عديم الشرف وعديم الناموس وما عنده اخلاق. وطارق هي من اجتي ناره على اساس الصالحهم. شوف الموضوع طارق افتهم من عندي، انا هسه احكي لك السالفه شنو. هم يعرفون لا اصلا لا هم. هو طارق يعرف السالفه، كلها كل يعرف تعرف السالفه. طارق خاله هي من اجتي والله ما عندها نيه سوء، من راحت التيمار للبيت مالتهم تيجي لصالحهم، ابوها ما قبل وامها قالها هذا الانسان من اجانا مو قصه يعني حب بينه وبين بنتي، قال انا اريد ان اسوي دراما ويا تيمار ريد نصعد، وما عرفت بنتي سوت علاقه وياه بعدين. لا احكي القصه هاي الصحيح، لا ظلي ساكته لانه جابه المشاكل كلها صارت براسك كاتبه عبوها. اي صح صح كوما كلام طلع علي، اهل حاجيت ابوها
حاكيت ابوها طارق وحاكيت امها لان انا عصبيه ترى انا قلبي هسه قاعد يدق مني حاكيت طارق ماكي العراقيه طلعت سام الله يخلينا اياك يا خالتي من حاكيت ابوها قال لا انا هذا الانسان ما يخدمنا وانا بنتي يوميه بنتي بالمستشفى يوميه يضغط على بنتي بنتي ما ادري ليش هيك ويا ما ادري ايش مهدد بنتي هذا اللي افتهمته من ابوها واهلها هي يعني هل ما قابلين طارق ان نريمان نريمان ما عليها خالص هذا موضوع جدا مختلف والله انا طالع لاحكي كلمتين انا اسف على الكلام اللي طارق 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 خاله اوقف خاله نريمان من اجتي وين راحت صحيح اجتي ببيتكم وسؤال انا حتى من شفتكم انا مو كنت ويا صديقتي بس فهمني انا من شفتكم انا مو كنت ويا صديقتي من اجت انت على البيت عندنا يعني انا سويت وياك شيء مثلا فهمني وانت ما تستحي تقعد تحكي على شرف بنيه انت ما عندك شرف ما عندك اهل ما عندك خوات بنيه عمرها 18 سنه حينها كلها يا خالدي 19 مو مشكله بس عيب عليها يوميا مهددها ويوميا يحكي عليها باللايفات مو قدرت على بنيه هذا مو رجال قالتي الله يخلي لك اول شيء البنت اللي عندك يا ربك تكبر والله انت محترم انت عاقل وتعرف الأفضل. انا والله انا اقسم بالله بعتذر عن الكلام اللي حكاه ويا ربك يا نار وربي يوفقك اكثر واكثر ويا خالتي الله يحمي لك على البنت واتمنى بس تتقبل الاعتذار فقط لا غير والله اعتذر من قلبي انا مشان ما يصير والله يعني سمح الله فيك والله يعني انا هسه قلبي يدق وكلش يعني تمرضت من هاي الحكايه الله يحميكي الله يحميكي ويطول بعمرك يا رب الله كريم والله اعتذر اعتذر وحاكون على راسي من فوق والله ترى شيء حلو ان اعتذر الصراحه يعني لا انت عاد اعتذر بس انا لا اصلا انت حتى ما دخلك يعني والله انا سنين اخذ وايد قاعد يؤذيها طارق وائل وهو قاعد يتهجم عليها وائل احنا لا والله اصلا هو مساكن هنا انا حتى راح ارفع دعوه عليه انا اخذ بنتي واروح لانه ما قاعد يجوز حاله وحق كلام الله هو اصلا مساكن هنا وما عنده اوراق فانا يوم من الايام يوم الاثنين يوم الاحد تعرف اطلب المانيا يوم الاثنين انا راح دعوه انت هذا يا في السجن انت تعرف طارق القوانين هنا انت تعرف خاصه على ابنك انه جزعنا من هاي السالفه طيب اذا انا اعتذرت ما بتخلص القصه ابدا انت تعتذر على راسي بس احنا لازم ناخذ حقنا طارق انت تعرف طارق القوانين هنا خاصه المراه حقوق المراه يعني اول شيء واني خاصه اذا ارفع اي دعوه واللايف مسجل لايف مسجل يعني نحن والله اقسم بالله ما بدنا الامور تطلع هاي ما بدنا الامور توصل لهذا المكان لا توصل المكان لان هو حكى علي بشرفي حكى علي بشرفي ما يصير يعني انت ما عندك شرف انت مو عندك خوات يعني تقبل احد يحكيك على اهلك لا 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 ما حدا بيقبل والله ما حدا بيقبل انت تقبلها اي شخص يقبلها ما حدا بيقبل لا ما عنده غيره هذا عنده غيره انا اللي فيني اقول لك اياه انه انا اللي فيني احكي لك اياه انه انا بعتذر وهذا الموضوع ما فيني مون عليك فيه واقول لك انه اماني رضي او ما تساوي شيء انا علي اعتذر وان شاء الله يكون وصل الاعتذار وانت حقك تعمل بدك اياه والله على راسي الله يحمي لك يا خالي ونار وانا اعتذر من قلبي والله والله العظيم في دول قلبك طارق انسان محترم هلا والله ربي يوفقك يا حبيبي الله يسعدك انا اعتذر كمان عن صار بلايفك لا تواخذني مشان الله لا والله عادي والله عادي والله ربي يسعدكم الموفقين والله طارق انت انسان محترم والله العظيم ربي يسعدك والله انت محترم وانسان واعي وربي يوفقك بحياتك والله يعني, يعني ما والله طارق يعني شوف طارق شكرا والله طارق والله انا تحسب لك يعني انت مو انت لا والله والله واجبي ليك بغض النظر عن الشغلات اللي صار بيناتهم رفيقي وبعزه جدا وبحبه جدا ولو لا ما بس انت تحس التصرف اللي سواه يعني لايق قاعد يقول لك انا لو ما شفت انه في شويه يعني غلط والله ما بطلع ولا بفتح لايف ولا لي مضطر والله انا كنت عم بلعب قاعد سارد اعتذر مره ثانيه ونار وربي يوفقك وموفق بحياتك يا رب كل شيء عم بتساوي لا توظفني وانا راح اطلع احوال طارق يعطيك العافيه والله يحميك يا خالتي طول بعمرك لا 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 خلاص خلاص ورع خلاص يا رب ناصر طارق يا والله بوسه كبيره حبيبي حبيبي يلا باي باي يلا باي باي.